معنا المحلل الرياضي إذن معتصم يونس من العاصمة الأردنية عمان، مرحبا بك معتصم. أهلا بك سي نوفل، تحياتي لكل الزملاء الكرام الأعزاء لديك في الاستوديو في الجاليري خلف الكاميرات ولكل متتبعي ميديا أن تي في. أحببت أن أكون متواجد قبل وقت معكم لأن الحدث يتطلب الكثير من الإشادة والتقدير للمملكة المغربية. مرحبا. على هكذا حفل بصريح العبارة هو عرس إفريقي بنكهة مونديالية بنكهة عالمية. أنت وصفتيه معتصم في مقال جميل جدا قرأته لك، حفل أنيق سريع متنوع الفئات شمولي تنظيم عالي الجودة جمع بين العفوية وخفة الظل وتقديم عديد الرسائل المتنوعة إنسانية إدارية وتحفيزية. كلمات رائعة بكل صراحة، ولكن لم تكن شيء من باب المجاملة لا سمح الله، بالعكس هذا هو ما أفرزه الحفل. كتبت رسائل إنسانية لأن تكريم سي محمد عقيل هذا الرجل المسن للأمانة في تلك الفترة الصعبة التي عاشتها الأمة العربية والمغربية في أبان حادثة الزلزال، ربما كان يقدم شيء لربما يراه الكثيرون شيء ضئيل، ولكن هو لربما أغلى شيء يمتلكه. كيس طحين. كيس طحين معتصم. لا يهم سينوفر حتى لو كان شيء من الدقيق أو من الطحين، ولكن هو يقدم شيء بالنسبة لديه يبدو الكثير، ولكن تكريمه في هكذا تظاهرة هو يعبر عن مدى النظرة الشمولية لقيمة العمل الإنساني، لقيمة الأدوار المهمة على صعيد المجتمع. يعني في بعض الأحيان تضع الأمور الرياضية والأمور الترفيهية في درجة أقل من الأمور الإنسانية، وهذا التكريم بصريح العبارة شيء مؤثر وشيء إيجابي وشيء يدل على الكثير من الأشياء الإيجابية بالنسبة لدينا، لأننا فعليا تذكرت الموقف وشاهدت الموقف حتى في قبل عدة شهور من الآن، بالتالي كان تكريمه شيء مميز بالنسبة لي. على الصعيد الإداري وعلى الصعيد التنظيمي، أنا عندما أشاهد الحفل كما ذكرت أنت بدرجة تصوير عالية الجودة بتنظيم رائع بحضور مجموعة كبيرة من نجوم القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها من شرقها وغربها بالتالي، وأيضا استضافت عديد الأسماء وتنويع الجوائز بمختلف الفئات، بالتالي هناك كانت الكثير من الأمور المميزة، الكثير من الأمور لربما تقارع حفل البالوندور حتى في كيفية إظهار الكرة الإفريقية والإدارة الإفريقية والتنظيم الإفريقي بأعلى شكل ممكن. ونحن لسنا في صعيد كيل المزيد من المديح في المملكة المغربية التي أصبحت حاضنة للتظاهرات القارية، ليس فقط على الصعيد التنافسي وداخل المستطيل الأخضر، وحتى على الصعيد الإداري والتنظيم، وهذا الشيء للأمانة مميز للغاية وشيء يستحق أن تشيد به ويستحق أن يكون شيء ينظر له الكثيرون. نعم. ليس فقط من أجل أن نصفق، بل حتى من أجل أن نواكب التطور الذي يحصل في المملكة المغربية حتى نصل إلى ذات المستوى، لأن المستوى عالي للأمانة. مش لأنك من نوفينا، ولكن هذه شهادة حق معتصم.